فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال إن هذه الرجفة شيء يعاتب الله عز وجل به العباد، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به، فإن الله عز وجل يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حاصل القول أنهم حثهم في هذا المقام على أمرين: على كثرة الصدقة وكثرة الاستغفار. الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، والاستغفار يدرع عن الناس، يدرع عنهم شرورا عظيمة، ويجلب لهم أيضا خيرات عظيمة. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً.